السلام عليكم، كدير المشاهدين بخير؟ ديما معكم مائدة العيد. اليوم جيت ندير معكم واحد صابلي بالكوك، كيجي هشيش تبارك الله، كيجي رائع وكيحمر الوجه وما كيطلبش بزاف العجينة. قدكم عجينة وحدة خرجت بها كل شيء، يعني العجينة اللي درت معكم الأولى هي اللي هادي غادي نضيف معكم دابا غير الطريقة ديال الكوك. غادي ما فيها باس ندوز لكم واحد شويه ديال طريقه العجين الصابلي، من بعد ندوزوا للطريقه ديال الكوك. ان شاء الله كيجي رائع الصراحه. يلا ندوزوا للمقادير. المقادير اللي درنا في الاول الزبده ديال التوراق والزبده العاديه. غادي نديروا الزبده العاديه ديال هذا ونديروا الزبده ديال التوراق، تكون درجه الحراره المطبخ ديال التبرق. غادي ندير واحد 3 معالق ديال الزيت، واحد الكاس ديال السكر صغير، جوج بيضات، واحد شويه ديال الملحه. صافي غادي الاخر هادشي بيدينا مزيان، تدخل هاد العناصر كلها تنسجم معنا، ما تبقاش دوب السكر دوب الزبده. يعني الزبده ديال التبرق غتبقى واحد شويه. درت واحد شويه ديال الناطه، نطا هي داك المنكه اللي كنديرو ديما في صافي. والدقيق على حسب الخليط، تقريبا كيدخل واحد نص كيلو ديال الدقيق والزياده. بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوها، انا راني ضاعفت الكميه، درت لكم هذا الشيء هذا وانتم تقدروا باش كديري عجينه وحده وتقسميها وديريها كل جزء ديريه بوحديتو وكل نهار ديري الشكيل ديالك. صافي كترجع لنا العجينه غير بحال هكا، ما تكونش قاصحه بزاف، ما تكونش عاوتاني خفيفه تبقى تلصق لك في يدك، هي مجرد ما تجمع معك هكا وصافي. صافي ندوزو لطريقه الكوك. صافي انا عندي هنا جوج زلايف ديال الكوك، ما نقدرش نقول لكم يدخلوا جوج زلايف، تقدروا يدخلوا اقل. غادي ندير واحد 4 البيضات، واحد كاس ديال السكر، كاس ديال العنبه وصافي، المعلقه مملوءه كبيره ديال الزبده، الزبده العاديه ديال الدهين، واحد ربيع الكاس ديال الزيت، صافي نطربوها مزيان حتى يذوب داك السكر. غادي نديرو الكوك، ضربوه مزيان هكا حتى وعلى علم الكوك خصكم تطحنوه. هذه واحد المعلقه ديال الدقيق الفرينه، جوج معلقات كبارين. صافي غادي نبقى نزيد غير واحد شويه، غادي نزيد على حساب الكوك ما يجينيش قاصح بزاف باش يخرج لي من داك الجيب الحلواني. وعفوا راني درت واحد جوج معلقات ديال الكونفيتير ديال المشمش. الكونفيتير يكون ديال الحلويات هذاك اللي سائل، الا ما كانش تقدروا تطحنوه ما تخليوش جاري، ديروا جوج معلقات ديال الكونفيتير ولا عسل اللي بغيتو نتوما. صافي عادي نجمعوا هكا ونخليو العجينه تطرح معنا، خصها تكون هكا خفيفه بحال الا شربت معكم ولا حاجه. واحد البيضه وفيها واحد المعلقه ديال الزبده ومعلقه ديال الكونفيتير صغيره، وخلطوهم وخليوهم على جنب فما تقصح معكم. زيدوها زيدوها في الكوك، لان ما بعض المرات كنشدو شي كميه كبيره والكوك كينشف معنا. هذه هي الطريقه اللي كندير، غير بيضه وكندير فيها معلقه صغيره ديال الكونفيتير، معلقه صغيره ديال الزبده، ونطربهم ونخليهم على جنب فين ما يشرب معايا الكوك كنزيد له. صافي كنديروا في هذا الجيب الحلواني هكا كنشوفوا كيخرج هكا صافي، عرفوا راه مزيان. غادي نخليه على جنب، غادي نشوف واحد المول دائري. مول دائري كبير ولا صغير، المهم داكشي اللي حنا كنديروهم صغيرين، ولكن على حسب طلب الزبناء ها السمك ديالها قداش خصو يكون، ما يكونش غليظ بزاف، راكم عارفين الكوك عادي يكون من الفوق. هادي واحد السيده خدمت واحد لي كوموند وعطيتها واحد المريشمات صغيورين، قالت لي لا ما بغيتش هكاك، بغات بحال هكا كبارين. قالت لي واش حنا فينا عام الجوع؟
قالت لها ديري لي حلوه كبيره شويه. قالت لك ما يدوزوش حتى غمضتين، ما بغاتش لا هذا ولا هذاك. قالت لك ملي وريتها هذا قالت لك بغيت هذا، وراني كنخدم لها دابا بهذا. ما حتى حنا كنديروهم صغيورين على حساب الطلب وصافي، كنخليو الزبناء على خاطرهم صافي، وانتما كديروا اللي بغيتو صافي. كنمشيو كنكملوا بحال هكا حتى كنعمروا اللاطا. هذا عاوتاني الفران ديالو كيكون سخون من بعد نقصولو صافي. عادي الكوكره عندي في جيب حلواني شتي كي كيخرج دغيا صافي. كنمشيو كنديروا هكا على حسب القياس اللي بغيتو، يكونوا طالعين يكونوا هباطين، داكشي كيبقى لكم نتوما الاختيار. اللي هو داك البوق ديال باش كنخرجوا الكوك خصو يكون شويه عريض، والكوك خصو يتنطحن واحد شويه يدوز في الرحى صافي. كنجيبوا هاد لي فخوي معسلين كنديروهم، اي فخوي عندكم ديروا حبه اللوز اللي بغيتو نتوما، كيبقى لكم نتوما الاختيار صافي. كنمشيو كنكملوا بحال هكا. يعني حلوه سهله ما فيهاش تعب بزاف. هي وقتكم لي الكوك ضروري بعض المرات كيشرب وخصكم تطحنوه شويه. بيضه دير فيها معلقه صغيره ديال الزيت ولا زبده، واحد المعلقه صغيره غير نص ديالها ديال الكونفيتير، وخلطيهم وخليهم على جنب هو يشرب، وانت زيديهم حركيهم صافي عادي. اصحاب المحلات ولا كلشي كيديروا غير بحال هكا وصافي، باش الكوك ضروري عادي ينشف كيشرب، لان ما كيشرب هو شويه صافي. كنكملوا بحال هكا، نسخنوا الفران ديالنا من بعد نقصوا الفران ونخليوا الحلوه كطيب على خاطرها. صافي راه كيعطي كميه وفيره تبارك الله، راه كيجي لا في المذاق ولا في المنظر ديالو كيجي زوين، يقابلوه غير في الطياب. هو بعد ما طاب من التحت ما طاب صابلي، ردينا الفران لتحت، لان عندي غير الفران ديال الغاز، رديناه نقصت الفران بحراره شاعل شويه، راه غير ما كيبانش راه بحراره شاعل، باش نخليه يطيب هكا كل ساعه ونخلي الفران من الاخر باش ما يتحرق لكمش. انا غير شويه وراه كان ماشي يدوز لي فيه الطياب، غير ربي يستر وصافي. صافي هذا هو كيجي، تجي الحلوه ديالنا كتجي رطبات ما شاء الله، كتجي رائعه. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو، وكملوا معكم الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش معكم الاشتراك، وكان شي اضافه ديروها لنا في لي كومونتير. ها هو تبارك الله ما شاء الله كيجي لا مذاق ولا شكلا، كيجي رائع. ونتمنى من الله يعجبكم هذا المائده تاع العيد، كل مره كندير لكم حصه. دابا ان شاء الله عاوتاني الحصه الجايه ان شاء الله غادي ندير لكم ديال التمر. ايوا نتمنى من الله الصحه والسلامات، عيدكم مبارك سعيد، باش كتمنوا ان شاء الله كنهدي لكم هذه المائده لجميع الامه المسلمه انحاء العالم. يلا عيد سعيد، الى اللقاء.